كالعادة فهتروح فين؟ احنا دايما بنبين لكم المطابخ اللي احنا بنروحها علشان تتأكدوا بنفسكم من جودة ونظافة الأكل اللي بيتقدم لأي جست أيا كان الموجود. ودلوقتي معانا الشيف شريف محمود. ازيك يا شيف؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ ايه الأكل التحفة اللي احنا أكلناه ده؟ الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. معانا دلوقتي كمان شيف سارة وجربت معانا تجربتنا. ازي حضرتك؟ منورنا. فعايزين نعرف بقى اكتر عن مصادر الاكل اللي احنا كلناه. هو احنا اولا احنا شركه سعوديه، تمام، مستثمر سعودي، عندنا فرع في الرياض، وده اول فرع لنا في القاهره. بالظبط كده، اللي هو في التجمع اللي احنا كنا فيه، التجمع الخامس. فان شاء الله مش اول فرع يعني في القاهره، احنا ان شاء الله شركه هتفتح كذا فرع، كذا سلسله مطاعم ان شاء الله. فاحنا المستثمر السعودي اللي هو رئيس مجلس اداره، عاملين مزرعه لينا، هو بينشئ حاجه اسمها مصر والاكل المصري حتى في ام الدنيا. الحمد لله فتحنا في الرياض، احنا من ارض يعني حتى الاكل بتاعنا كله مصري في الرياض. ولما جينا هنا التجمع تحدي بقى ان احنا بنعمل اكل مصري هو مصر. يا ميه في فرط ساقين، والمنافسه شرسه حقيقي في السوق. فالحمد لله بفضل ربنا كل المتاح اللي احنا كنا يعني. انا عايز اقول لك كمان يا شيف ان المنافسه مش شرسه بس عشان في مصر، لا، انت كمان في حته هنا جنبك تحديدا في كذا مطعم بيقدموا نفس الاكلات اللي انت بتعملها بالفعل. هو بقى ده، احنا المزرعه بتاعتنا موجوده، الخرفان بتاعتنا موجوده، بنجيب خرفان اللي هي الفرق بتاعت مرسى مطروح، مش اي خرفان. ايوه. بنجيب كل حاجه الكواليتي اللي فيها، يعني بنستخدم اعلى سمنه في السوق، اعلى زيت في السوق. فده اللي حتى مره كنا قاعدين في اجتماع مجلس اداره، فرئيس مجلس الإدارة بيكلمني بيقول لي لو أنا مثلاً مكسبنا 10 جنيه والخامات علت، لا أنا عايز أكسب 5 جنيه بس نفضل بنفس المستوى، ما تقلش من جودة الخامات، ما تقلش من نفس الجودة. أنا مش عايزين نكسب قد ما عايزين ننجح، وده باين على فكرة في كل الأطباق. ربنا سبحانه وتعالى أعلى خامات في السوق. في المزرعة بتاعتنا بنجيب البولين الزيت، بنجيب اللي هو البرقي اللي اسمه حولي، اللي هو الصغير اللي هو لسه مفتوح، ونبتدي نربيه في المزارع بتاعتنا، ونبتدي نذبحه في المنزل القريب لينا ويجي على المطعم على طول. وبالفعل احنا شفنا دوت واحنا داخلين هنا المطعم، دخلنا الجزارة اتفرجنا شويه. شفت حضرتك لسه كانت لسه جايبه العربيات التانية بتاعتنا من المصدر، علقنا اللحمه بتاعتنا. اللحمه انا عايز اقول لحضرتك حاجه، لو اللحمه دي ما اتفصلتش النهارده يعني اتعمل كباب وريش، هنقف بكره، هي طلبيه دوبك على قد الشغل بكره. تمام، مش يوم بيوم تمشي في الثلاجات، لا 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 خالص. دي اكتر حاجه كويسه عشان يبقى الاكل طازه وفريش فعلا. بفضل ربنا سبحانه وتعالى. عندنا هنا فكره الحمام، مهرجان حمام هنا. هو ده الحمام بتاعنا، احنا بنجيب حمام صعيدي. الحمام بتاعنا جايبين فصيله معينه وابتدينا ننتج في المزرعه بتاعتنا. احنا عندنا الحمام بتاعنا والغنم بتاعنا، ما بنجيبش حاجه من بره الحمد لله. حلو جدا. فدي دي دي هي اللي هتميزنا الفتره اللي جايه في المنافسه. حكوا لي ان الانتاج بتاع الحمام بيعلى بحيث ان هو يغطي كل احتياجاتنا. ان شاء الله. هو في السعوديه الفكره جت في مطعم السعوديه، في المزرعه بردك اللي ابتدينا احنا في السعوديه، ابتدينا نجيب فصيله حمام فرنساوي. الحماميه كبيره شويه. الحمامه الفرنسيه البطايه الحلوه دي. بس هو مع العميل المصري ممكن يتعبنا شويه لان هو بيبقى عظمه ولحمه احمر شويه. هيشك فيها. هيشك وانا ايه. فاحنا ابتدينا نجيب فصيله ثانيه واشتغلنا عليها اللي هي ندي الحمام طازه للعميل بتاعنا ومن مزارعنا. تمام. كان في كمان عند الشيف ساره كومنت بالتحديد على السمان، ان هي اكلت السمان هنا، ونادرا اما تاكل سمان في مصر بشكل عام ويطلع بالكواليتي او الحلاوه اللي احنا اكلناها. السمان بتاعنا كان رائع بصراحه. درجه حمام اعلى درجه سمان في مصر، من اكبر مزرعه في مصر. بنجيبه غالي شويه بس هو في التتبيله بتاعته مع احنا هو تحدي زي ما احنا قلنا. هو حضرتك اكيد طبعا عارف صعوبه زفاره السمان. لا فانا ما اكلتش سمان بالحلاوه دي. جميل. لا ده شهاده انا تزليل. السمان والملوخيه مفيش بقى حلاوه. لا يعني دول الحاجتين اللي فعلا اقدر اجزم ان هم احلى حاجه اكلتهم عندي. بفضل ربنا سبحانه وتعالى. الملوخيه فعلا كانت هايله جدا. الاكل بشكل عام كان هايل جدا وكان حلو قوي. النهارده في الحلقه بتاعتنا انا كان معايا الشيف ساره طبعا، لان كان في بقى ايه تحدي ما بيننا. انا طبعا بدوق الاكل بشكل بني ادم طبيعي جدا، لكن هي حد متخصص قوي في الاكل، فكنا حته الملح كانت راحه جايه ما بيننا، فدي كانت بتدي مصداقيه اكتر او كانت مبينه فعلا ان هو الاكل عامل عندي ازاي وكان عندها ازاي. هو احنا لو لم تختلف الاذواق لبارك السلام. ده حقيقي. فاحنا مش هنقدر نراضي كل العملاء. لا يمكن. بس الملح احنا بنعمله مظبوط اقل من مظبوط على بسيط. اللي عايز قدامه ملح وفلفل هو راح. هو بالظبط. في زبون بيجي يقول انا جوزتي مثلا سن عاليه، طب ما
مش هنقدر نرضي كله. صح. بس الحمد لله اللي هو في الاخر الحاجه الكواليتي بتاعها عاليه، دي اهم حاجه عندنا. ده حقيقي. فاحنا جايين ان احنا على فكره الفتره اللي جايه يعني حاجه من كنترول، احنا ان شاء الله هنفتح لندن ان شاء الله باذن الله. واو. مش لندن هيستحملوا الحمام بتاعك؟ هيستحملوا كل حاجه عشان نتصرف. لا بس مع معلوماتكم يعني ان عامه الجزء بتاع اوروبا ده هو اكبر نسبه سمنه في العالم، فاكيد هيحبوا الحمام والمحاشي والملوخيه والكلام ده كله. في امريكا هي اداره في هناك الدراسه بقى لها بالظبط حوالي سنه بتدرس السوق هناك كويس جدا. بنبتدي بالفعل بنشوف مكان هناك هنبتدي نعمل حمام عدوا ندخله اوروبا ان شاء الله. ما بعد محمد صلاح طبعا واللي عمله هناك نروح نشوف نلعب شويه في اوروبا نوريهم محمد صلاح كان بياكل ايه بقى. كده يا شيف شريف الفترة الجاية هنشوف بقى السيدات الإنجليزيات وهم بيشهوا شقتنا المصرية في الملوخية. أكيد طبعا. هو أنا هقول لحضرتك حاجة، هتستشعر الملوخية الملوخية لما تحطهاش على الترابيزة بيبقى ريحتها نفسها بتخليك تفتح نفسك. اه بالظبط، هي انا ريق جري عليها. فاحنا اه فاحنا يعتبر المكان من اوائل الاماكن اللي احنا بنطش الملوخيه على الترابيزه، في اماكن بتطشها بس احنا بنطشها بطريقه مختلفه هنا. اه الملوخيه بتاعتنا هي سرها كله احنا قلنا اللي هي البيون، الشوربه بتاعتها شوربه ميكس بط وحمام وفراخ. الفراخ بتاعتنا بلدي، يعني الفراخ المسلوقه بتاعتنا المتحمره بنعمل بيها الشوربه بلدي مش فراخ بيضاء. اه معموله بمرق فظيعه. لا هي ميكس بصراحه. فالحمام بتاعنا لما بيجي بنستلمه من المزرعه هو بيتذبح وبيتنضف هناك، بنيجي نغسله هنا وننضفه ونورقه، بيبقى فيه موظفين مخصصه ليه وبنبتدي نحشيه. الرز بتاعنا بقى مختلف شويه، الرز بتاعنا ده ولا هو ابيض ولا هو ذهبي ولا هو ذهب بني، فهو ذهب بين البنين. ده رز مش فريك. ده رز. ده رز. اه الفريك بيتعمل، اللي احنا بنعمل فريك عندنا هنا يعني ممكن نعمل 50 حمام 50 حمامين. اه عشان الفريك لما بيقعد بيبقى طعمه مش حلو. اه الحمام عندنا احنا يعني ما بنسلوش الحمام كله مره واحده من الصبح وخلاص او بالليل وخلاص، لا ممكن نسلق بالطلق يعني 20 30 يخلص يعمل تاني عشان يبان اللي هو فريش اكتر. اه بيفرق في طعمه وفي ريحته في كل حاجه. حقيقي. طيب انا عايز اعرف بقى من الشيف ساره يعني اي ملاحظات عندها عن الاطباق اللي احنا جربناها، عن الاطباق اللي لسه هنجربها، يعني نقدر نعرف منك كده. يعني انا طبعا قلت كل ملاحظاتي اثناء الحاجه اللي عايزه اقولها اهم يمكن من الاكل. بالظبط. الحمد لله. وقد ايه حتى الستاف اللي شغالين فيه كلهم كده شكلهم تفضل ربنا سبحانه وتعالى. اكيد طبعا الحمد لله. لان الحاجه دي تفرق جدا جدا. هي بص حضرتك احنا زي ما قلنا احنا كنا داخلين منافسه، حتى لو حضرتك تلاحظي في حاجتين تاني حضرتك ما لاحظتهمش بالنسبه لفراخ البربكيو، احنا ليه حاطين فراخ البربكيو في المنيو؟ عشان نعمل دايت. حاطين حاجه اللي هو كبده فراخ دبس رمان اللي حاجه مقبلات، وانا مش عايز اورينتال، يبقى انا رضيت كل الاطراف. سجق دبس رمان احنا عاملينه مكان مقاني صغيره مش سجق. يعني هو لبناني شويه. فالحمد لله طريقه التقديم احنا يعني لما جيت اقعد مع الاداره وقلت لها احنا عايزين نعمل طريقه تقديم جديده، الطاسات الجديده. مش اللي انا مش اللي انا بحطه في طبق وخلاص، لا انا عايز اعمل يعني انا بتعامل مع زبون في التجمع الخامس، فانا عايز اقول له انا مكان جديد، انا بعمل حاجه جديده لازم تيجي تدربني. كان في الفتره اللي جايه ان شاء الله في توسعات في المنيو، بس قلنا نثبت شويه في الافتتاح لغايه ما فعلا السجق اللي بتبس الرمان والفته اللي بتبس الرمان اكثر من رائع. ده حقيقي. بالاضافه كمان بقى لحاجه مهمه جدا احنا الاثنين لاحظناها خدنا بالها منها، سلطه البنجر. سلطه البنجر عجبتنا قوي الفكره. بص هقول لك فكره سلطه البنجر، احنا كنا عاملينها بنجر وافوجاتو، ففي بعض العملاء كتير جدا ما بتحبش الافوجاتو، فقلنا نعملها بنجر بنفس الطريقه اللي هي البوري مش مكعبات بقى حاجه جديده. فالحمد لله اللي هي عجبتكم يعني اديناها بوينت للابداع يعني. الحمد لله بفضل ربنا وفضل الكاست اللي معانا. احنا انا جايب شيفات من اعلى الاماكن في مصر، ستاف كويس، موفرين كل حاجه يعني الحمد لله. العيش التركي
جديد ده في التجمع الحمد لله. اكتر عيش التركي ده يعني هو والملوخيه كده بقى في حاله عيش. لا ما جربتش بنت الملوخيه بالرز البلدي بقى بالرز الشعريه بتاعنا. انا من مدرسه الملوخيه. دي جميله. بنعمل الرز بسمنه بلدي فبيبقى عنده ملوخيه بيدي تيست عالي جدا. العيش اللي احنا بتاع السلطات المقبلات حضرتك لو جربتيه في السلطات جربنا العيش العادي. العيش اللي هو الصغير اللي على السلطات اللي هو من نفس العجينه بس مسكر شويه عشان السلطه. هو كل حاجه هنا في اهتمام بالتفاصيل. الحمد لله. فان شاء الله الفكره بتاعنا الفتره اللي جايه اللي احنا شركه هنعمل مش هنعمل فرع ولا اثنين ولا ثلاثه ان شاء الله هنعمل توسع وكل الامكانيات اللي احنا بنطلبها الماديه كلها متاحه بالظبط. عاملين لاول مره مطعم شرقي يعمل حلويات بتاعته جوه مكانه. ده برضه كانت حاجه حلوه. الكنافه اللي على الفحم البسبوسه هقول لحضرتك والله اعلى خامات في السوق. مش هنقدر نعمل اكتر من كده. جبنا في الحلويات في ناس مخصوصه بتيجي في الحلويات بس يعني سنه للناس بتيجي في الحلويات بس. اعتقد ان في رمضان هيبقى في شريحه من العملاء بيجوا مخصوص عشان كوبايه الشاي بالنعناع المظبوطه قوي اللي انا شفتها ان شاء الله والكنافه. لا في حد في رئيس مجلس اداره ادانا تعليمات لسه من اسبوع بالظبط اللي احنا بندور على الحلواني عالي جدا في السوق اللي احنا في رمضان نعمل كل الشرق عندنا ونبيع فيه للجمهور عادي يعني اللي هو البلح الشامي الزرابيه كل الحاجات دي ان شاء الله هنعملها في رمضان ان شاء الله. ربنا يسلمك. انت طيب يا شيف وحضرتك طيب. احنا سعداء جدا ان احنا كنا النهارده في احنا سعداء بيكم والله وان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني بس في انجلترا بقى في الفرع الجديد. طب من غير اي حاجه كده انتوا تاكلوا ملوخيه برضه؟ نورونا. بشكرك جدا يا شيف. وحضرتك طيب. احنا سعداء جدا ان احنا كنا النهارده في حمام. احنا سعداء بيكم والله وان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني بس في انجلترا بقى في الفرع الجديد. طب من غير اي حاجه كده انتوا تاكلوا ملوخيه برضه؟ نيجي ناكل ملوخيه. نورونا. بشكرك جدا. نورونا تحت امركم. شايفه ان دي حركه لطيفه قوي يعني عشان كانوا عايزين ندوق كل حاجه بالظبط.
ايه هو انا معايا اي حد النهارده؟ انا هاخد بص قطمه من كل حاجه. اول طبق في التحدي الثاني، اول طبق اللي هو لسه بسم الله الرحمن الرحيم. انت لو عايزني اعمر معاك بقيه الحلقه دي فهو قطمه من كل حاجه. انا عايزك النهارده تنبسطي على الاكل. عامه هو ريحه حلوه قوي، طبعا البرزنتيشن الوهمي بالشوايه الجميله دي، هما كمان عاملينها مخصوص باسمهم حلو قوي. فتعالى نجرب. يلا انا عن نفسي هجرب ده، اعتقد ان ده كباب. وانا معايا شيش طاووق. شيش طاووق معمول بالوراك. بالوراك؟ اه كما يكون. واضح هو جوسي قد ايه؟ يعني احنا كمان عايز اقول ان احنا ثبتنا كام نوع من السلطه كده عشان يبقوا معانا بقى في التحدي ده على طول. انت جربت ايه؟ الكباب تاني. وانا شيش طاووق. شيش طاووق حلو قوي. مستوى ويلدن حلو قوي. الشيش طاووق عندي كمان حلو قوي. بس عايزك برضو تدوي حته عشان مش عارف. هاخد الحته الصغيره اللي باقيه عندك. ان ملحها مظبوط ولا زياده؟ انا بالنسبه لي سواها حلو قوي، لان بص من جوه لسه لونها بينك خفيف قوي كده، فده معناها ان هي ميديوم ويل، او ممكن يعني ميديوم ويل تعتبر لطيفه قوي. اه مش ويل دان. عندي يا جماعه حركه، انا قعدت عمري كله هعرف ابص بتاعه اللحمه واقول دي ميديوم ويل ولا ميديوم دان ولا ايه. حلوه قوي صح؟ بتاع الملح ايه؟ بالنسبه لي ممكن يكون زياده سنه صغيره. انا ملحه معايا فعلا. انت هتبقى بالنسبه لك حادقه عشان انت ملحك قليل. انا بالنسبه لي ملحها زياده، وانا اصلا ملحي زياده، فهي ممكن تكون محتاجه ملح اقل شويه، لكن جوده اللحمه وهميه. اللحمه بتدوب في البق، حتى ما بتاخدش جهد في المضغ، لونها من جوه يفتح النفس مظبوط قوي. الشيش طاووق حلو قوي. ايه ده؟ والسوى ايه ده؟ انا متضايق. طعم التتبيله واضح وحلو قوي. انت ممكن برضو اعرف انت يهمك ايه قوي على الفطار في رمضان؟ رقم واحد واثنين وثلاثة وعشرة الشوربة. اي بص اي حاجة بعد الشوربة مش فارق معايا، بس لو ما فيش شوربة انا فعلا بتكدر. وانا بعمل مشكلة. وانا يعني اللي هو ما عنديش مشكلة خالص لو هفطر ساندوتش جبنة بيضة، بس يبقى معاه طبق شوربة. ايا كانت الشوربة ايه؟ بس الشوربة. والله العظيم ده بجد. ايوه واحب اجدد بقى، يعني ما احبش كمان كل يوم شوربة ثابتة لسان عصفور مثلا او شعرية، لا بحب اعمل انواع شوربة. يعني بقعد افكر بقى في افكار عجيبة انا في رمضان عشان ابدع في الشوربة، عشان انا 30 يوم هاكل شوربة. بالظبط. وعايزة اقول لك ان انا الشوربة عندي كمان جزء من السحور، تخيل؟ ايه ده؟ اه يعني انا وانا بتسحر باخد طبق شوربة. بحسها مهمة جدا بالنسبة لي. ده ايه؟ ده سمان صح؟ ده سمان. انت سحبت الورك كده. وركس ايوه لو سمحت انا عيني عليه. السمان شكله وهمي. لا هو كل ده احنا يا جماعة في المشويات. طبق جديد قوي عني. راح نقول بنجريلو. هوبا. السمان حلو قوي. سمانه كامله دلوقتي. طيب ده كان بالنسبه للفطار، عايز اعرف منك اكتر اجواءك الرمضانيه بشكل عام. هقول لك حالا بس ادوق السمان واقول لك رايي فيه. طبعا طبعا. انا بصراحه شكله بالشكل السكينه. انا لسه عايز اقول لك ده سمان دوس بايدك على طول. السمان وهمي. الورك زي ما انتم شايفين ده ورك السمان مش الحمام. السمان حلو قوي بجد. السمان من الطيور الصعبه جدا في السوى، انه زفر قوي. اه فبياخد يعني لازم يبقى اللي بيعمله شاطر قوي علشان يطلعه لك طعمه حلو من غير ما يبقى في حاجه تزعجك. فانت لو ركزت هتلاقي ان مفيش اي ازعاج في طعمه، طعمه رائع. فده معناه ان الشيف شاطر جدا 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 ومتمكن من اللي هو بيعمله. انا هدوق السمان تاني من كتر ما عجبني. وعايزه اقول لك بقى انا اجوائي الرمضانيه بسيطه قوي، يعتبر ملياش حتى روتين مختلف في رمضان قوي. انا لطبيعه شغلي ولطبيعه وقتي بتعامل معاه ازاي كيوم عادي يعني.
فعلا؟ اه اصلي بصحى الصبح بروح الشغل عادي برجع على الفوت فاهم يعني السيستم بتاعي ما تهزش قوي بيبقى متشابه. الحاجه اللي بتختلف طبعا الخروج اكتر شويه يمكن بعد الفطار. انا بحب قوي خروج رمضان لا اللمة برضو بنتجمع كتير قوي عزومات بقى اكتر وانا بحب قوي عزومات رمضان من اكتر الحاجات اللي بحبها في حياتي. انا بحب عامه العزومه كلنا يعني جو العزومه ده وان يبقى واقفه بحضر اكل لحد انا بحبه بيحب يبسطني جدا كويس. فدي من الحاجات اللي بحبها قوي في رمضان. بحب قوي كمان في رمضان اخره لما بنبقى كلنا بقى متشوقين ومستنيين الاجازه وقاعدين بنحضر الكحك دي احلى بحب الايام دي قوي برضو. هو شهر الخير والبركات فعلا. هو شهر جميل كده وتحسه في شهر رايق. التلفزيون بقى ما بياخدش منك وقت في رمضان. بتفرج طبعا على التلفزيون ما انكرش يعني وبتابع مسلسلات كتير جدا و... بس مش بموت نفسي يعني مش اللي هو انا قاعده طول اليوم بقى بتفرج على التلفزيون لان الحياه بقت سهله وبسيطه دلوقتي محتاج مناديل. اليوتيوب بيخليك تقدر تشوف اي حاجه انت عايز تشوفها في اي وقت بالظبط. فلو مثلا ما لحقتش اشوف حاجه وهي عجباني قوي وانا عايزه اتابعها بعمل ده بعد رمضان مش بالضروره في رمضان يعني. بس حلو يعني عارفك برضه بشكل كبير تنظمي وقتك في رمضان. بيبقى في توازن وبعدين احنا خلاص يعني الحياه اجبرتنا ان احنا ننظم وقتنا. ده عندك شغل جداً في الجمله دي وعندك التزامات ومعاكي جدا ان احنا لازم ندوس جدا. انت هتديني حته من عندك بقى؟ ايوه انا هاخد حته زنطوطه علينا بقى لك فيها انواع تانية محتاجين الوقت. انا مش عارف ايه ده ساعديني بيه. لا استنى عايز اعرف انت. بس ايه المنتج انا هديك بقيه الكفته بتاعتي. ماشي كفته وهميه بجد؟ يعني يا جماعه انا عايز اقول بس في منتهى الامانه ان مش عشان الشيف ساره معانا النهارده فاحنا جايين اللي هو ايه بنعمل دعايه للمكان او ان احنا بنقول ان احسن اكل واحسن حاجه. لا بالعكس احنا قلنا على حاجات ان هي مش كويسه وقلنا ان في ده في كذا ده في كذا فاحنا بنقول راينا بصراحه يعني. وفعلا هو الاكل حلو. اللي قلنا عليه مش احسن حاجه كان فعلا مش احسن حاجه لكن اللي قلنا عليه حلو هو فعلا معدي الحلو كمان. الملوخيه انا لسه كنت بقول للشباب الستاف اللي بيشتغلوا هنا كنت بقول لهم واحنا في البريك يعني بقول لهم ان الملوخيه دي يمكن تكون احلى ملوخيه اكلتها في حياتي. ده حقيقي وتقريبا الملح في الطبق ده كله زياده. بالنسبه لك انا بالنسبه لي الكفته تمام تعدي. يعني حادقه جدا بالنسبه لي تعدي. لا ما حتى مش هقدر اكملها الاسماعيل طعمها حلو جدا كفته حلوه قوي يعني معموله اهو انا عايز اوريها لهم برضه. الكفته يا جماعه نفسها نظيفه قوي. بالظبط نظيفه جدا واللحمه يعني اتاكدنا من معلومه ان هم انا وضحت لك ان هم عندهم مزارعهم الخاصه اللي بيستخدموها فحلو قوي. الطرب من اقوى الحاجات وفي منتجات ثانيه ما بنعملهاش. انا هجرب ريشه انت بتجرب ايه دلوقتي؟ هو برضه مش عارف ايه كل ما اجرب حاجات تطلع طرب كباب الحاجات دي ممكن فعلا اجرب اكيد الريشه لان انا بحب الريش جدا واعرف انها ريز بتلو بناء على ايه بقى؟ انا معرفش هي بتلو. طبعا العيش موجود والسلطه موجوده لان الريش حلو قوي. الريش حلو بالنسبه للملح بالنسبه لك بتبقى مالحه بس مش زي الكفته. مساحه ايه الاكل حلو جدا. في كومنت الملح اللي قلناه هو كومنت عام نوعا ما. انت ايه رايك في الريش؟ انا شايفاها جميله جدا. مستوى فوق الممتاز. مستواها فعلا مثالي والشوايه عجباني قوي وانا اكتر حاجه معجبه بيها في الشوايه غالبا السمان. لاني عارفه قد ايه صعوبه انه يطلع مظبوط فعشان كده مقدره ان هو طالع مظبوط قوي كده. حلو جدا. لا يعني انا عندي بس الكومنت بتاعي ان الملح بصفه عامه زياده. الطبق ده الملح زياده بس لكن استوى ممتاز. ممتاز فعلا. وده اول طبق معانا في التحدي التاني. يلا بينا نجرب الطبق اللي بعده. يا لهوي. يا لهوي. دلوقتي هو
الحمام المحشي. احنا كده دخلنا في ليفل الوحش. ايوه بالظبط كده. والحمام المحشي المحمر مش المشوي. ده محمر واضح ومحمر بسمنه محترمه واخد لون تحفه يعني. بالظبط. وواحد منهم فريك وواحد كمان. انا عندي فريك. رز. انا اللي معايا ده رز. يلا نبص جوه الطبق. يلا. انا كنت جاهزه للتجربه من البدايه. لا بص يعني واضح ان انا كنت اخدت قرار انا مش قده. لا لا تمام. وبعدين بقى ايه، انا خلاص هسيب الشوكه والسكين وهخش في الحمام. يعني هي عامه بص المنظر من جوه. اوه خطير. لا عايزه ادوق بعد ما اقول لك على فكره حلوه، ما تيجي احنا الاثنين ندوق دي وندوق بعد كده دي. ماشي. انا الاولاد بيقولوا لنا ان احنا نبعد شويه، بس بجد اللون ده يعني واخد له حاجه. كركم. انا بقول اي كلام. في شويه كركم والله العظيم. انا على في شويه كركم، وقد تكون دي حاجه مش عاجباني. سهله دخيله على الحمام. لو انا كلامي صح هو في نكهه انا مستغرباها شويه، كاري صح، في حاجه زي كده، فهي بالنسبه لي دخيله شويه على الحمام. بس الطعم ما اذنيش. لا بالعكس. مش موزي هو، بس غريب. انا هاخد حته كده من الصدر. انا عجبتني قوي التقطيع، لان احنا كمصريين بنمسك الحمام ووب. لا انا بقسمها نصين واقعد اكل في الرز بالمعلقه براحتي، وبعد كده اللحم بقى باكل بايدي. لا انا والدتي بتضايق مني جدا، انا بمسكها اقوم موقع كل الرز او الفريك، وانا شخصيا بحب الفريك مش الرز، وابدا اكلها وتلاقي هرم كده فريك على جنب ده لوحده زي كده. بس اعمل اللي انت. ايوه هي دي الطريقه الصحيحه لاكل الحمام، واي حد يقول لكم غير كده ما مع نفسه. ايه اخبار الرز؟ ايوه انا بالنسبه لي الصدر بتاع الحمام مستوي حلو قوي، متبل حلو قوي، زي ما قلت لك النكهه الدخيله على الفريك، بس انا ايه ما كنتش افضلها. مش بقول انها وحشه، انا بس ما كنتش افضلها. عايز اقول معلومه بالنسبه للمكان، ان انا لقيت المكان كله نون سموكينج، لسه ما فتحوش السموكينج. وكمان عندهم كيدز اريا هيفتحوها قريب. حلو قوي. غير كده كمان لو انت خدتي بالك هتلاقي على كل تيبل بنقعد عليها حاطين كفر. اخدت بالي جدا. بالظبط. الكفر ده يا جماعه مش ثابت، بيتغير، وكل واحد عليه صور قديمه من مصر. في هنا شارع فؤاد، شارع الموسكي، منطقه ابن طولون، شارع الجيش في اسماعيليه، شارع الهرم زمان. فكل واحده من دول عليها مجموعه صور وهميه بصراحه ومثيره للاهتمام جدا. يعني المكان كله بجد يعني وراكي كده لو بصيتي هتلاقي دوار الحاج عبده. المكان كله بيدي احساس جميل. انا بالنسبه لي لحم الحمام وهمي، الحمامه نفسها جميله جدا، لحمها نظيف كده وطري. تحفظي الوحيد بس على النكهه الغريبه في الفريك، اللمعه بقى دي. سمنه. ده سمنه وده كده، ده كوليسترول زياده صح؟ ايوه. مش بالضروره قوي نتكلم عن الكوليسترول في الحلقه دي. ايوه. هنسقطه من حساباتنا شويه. كتير مشكله طول الحلقه. ايوه بص التوازن هو مفتاح كل حاجه. الواحد يبقى متوازن في اكله، عادي جدا ان انا اكل النهارده حمامه محمره في السمنه، بس ده مش معناه ان انا اكلها كل يوم. طبعا ده حقيقي. التوازن مطلوب. وحاجه زي الشوايه اللي احنا خدناها دي صحيه جدا يعني. لا بس بصراحه الحمام يستاهل ان احنا ناكل حمام عند حمام عبد. بالظبط، هو اسمه على مسمى، فكان تخيل لو كان الحمام وحش كانت هتبقى مأساة بصراحه يعني. والله لان هو حمام عبده، فلازم الحمام يكون احلى حاجه عنده. يعني انت قبل الطبق دوت كنت بتقولي لي مش قادره، انا اللي بدات. ها انا خلاص انا انتهى امري كده. لسه في طبقين كمان. هو يا جماعه احنا دلوقتي هنسيب التحدي الثاني الطبق الثاني وهنخش بالتحدي الطبق الثالث على طول. يلا بينا.
مع التحدي التاني وبالتحديد الطبق التالت في التحدي التاني. انا حاسه ان دي هو معلش احنا قصادنا قد ايه كده تحديات عشان يعني خلاص ده احنا انا زعلان قربنا وخلاص. لا ده كويس عشان بموت خلاص. ويا ساره جه معانا مع التحدي التاني وبالتحديد الطبق التالت في التحدي التاني. انا حاسه ان دي هو معلش احنا قصادنا قد ايه كده تحديات عشان يعني خلاص ده احنا انا زعلان قربنا وخلاص. لا ده كويس عشان بموت خلاص. فمعانا دلوقتي فراخ بالباربيكيو بندان عارفه بروكلي ايوه ومعانا كمان هنا مفاجاه حاجه مش عارفينها وهي اسمها طاسه. هنا عندهم انواع كتير قوي منها ده اللي فهمناه يعني بس أيوة. دي احنا مش عارفين جواها ايه فهنكتشف معاكي. طب عامة بقى انا عايز اعرف انت بتميلي لاني مطبخ اكتر الشرقي ولا الاسيوي ولا الايطالي ولا ايه؟ ماليش مطبخ واحد بحبه طول الوقت بس انا بحب دايما اجرب يعني احب قوي لو جيت قلت لي انا هوديكي تاكلي حاجه عمرك ما كلتيها قبل كده ده اكتر حاجه هتصير حماسي يعني ان انا اجرب حاجه جديده. يعني مالكيش في الاورينتال بمعنى لا ليا جدا فيه احب اللبناني من اكتر المطبخ اللي بحبها المطبخ الفلسطيني بحبه جدا. المطبخ الفلسطيني انا معرفش اكلات فلسطينيه بالتحديد في اكلات فلسطينيه وهميه بحب جدا المطبخ اليمني بحب المغربي بدرجه جنونيه فلا انا ما عنديش مطبخ ما بحبوش قوي اللي ما بحبهاش قوي المطابخ ناحيه الاسكندنافيه بيقولوا عليها يعني اللي هي الاسيويه طيب لا 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 اللي هي ناحيه مثلا السويد على نيدرلاندز الحتت دي مش بتاعتي قوي يعني مين عندهم بيبقى بيسلو كل حاجه فانا متضايق هيلثي قوي هيلثي قوي وخفيف قوي وبيعتمدوا كتير قوي على السمك بيعتمدوا ناكل واحنا بنتكلم جدا مش من المطابخ اللي بهواها قوي بس ده لا يمنع ان انا بحب اجرب برضو فانا دايما بحب ادي كل حاجه تجربه. تمام الفراخ انت عندك ايه صدور ولا وراك؟ انا عندي صدور صدقني انا فعلا ما اقدرش احدد يعني بس ده حاجه زي حلو قوي مزز قوي حلوه مزز مضايقك ولا عاجبك؟ لا عشان اقول لك بمنتهى الامانه عدود الصوص لوحده عدود الصوص لوحده هي ملازة حلوة جدا بس بتجزعي. انا عجبتني يعني انا هاكل منها تاني بس بتجزعي عارفة انتي قصدي؟ كده بتقشعرك كده؟ ايوة هي دي انا عجبتني قوي حصلت حركة لا ارادية جدا انا عجبتني قوي لان انا بحب الحاجات المززة جدا فهي لايقه على بحب هذا مثلا الحرنكش بحطه وسط السلطه بحب المزازه بتاعته قوي بس بعمل كده ما انا اعمل كده عادي بس يعجبني برضه فانا عجباني قوي انا الكومنت الوحيد الكومنت الوحيد بتاعي عليها ان انا حاساها يمكن شاذه عن المنيو شويه المزازه بتعملني كده فعلا مش يعني تعتبر وصفه شاذه شويه عن بقيه الموضوع بتاع المنيو المنيو رايحه المنيو رايحه في الاتجاه الشرقي شويه دي يمكن الحاجه الوحيده اللي مش شرقي اللي جات لنا ده حقيقي بس طبعا السوا يعني رائع الخضار اللي معاها كمان حلوه قوي الجزر حلوه قوي الطاسه طلعت طاسه سجق طاسه سجق انا شايفه معاه بطاطس وطماطم وصوص كده خفيف تعال نجرب انا فاكر من التحدي الاول انت كان عاجبك السجق كان عاجبني قوي السجق نفسه انا عايزه اخد بطاطس كمان بس ده هنا الاولاني كان محمر ده هنا طاسه سجق مطبوخه بالظبط حلو قوي انا عاجبني قوي بس كنت افضل لو السجق يكون متحمر شويه بس غير كده الصوص طعمه حلو جدا البطاطس اللي معايا وهميه شاربه الصوص وجميله قوي بس انا حاسس بقى ان السجق هنا زي السجق والكبده والكبده اللي اتعرف عليه المصري قوي بالظبط ده مصري اكتر من التاني اللي كان نافل مع الابيتايزرز بالظبط كان بدبس الرمان شويه فكان رايح ناحيه المطبخ اللبناني حبه كده لكن ده تحسه مصري البطاطس دايما بالظبط بقول لك البطاطس شاربه الصوص وطعمها رهيب اعتقد التحدي ده يعني عدى على خير وانا لسه على قيد الحياه من كتر الاكل اللي كان
لانجاز. طب والبروكلي ده ممكن ندوق الجزر ولا ايه؟ يبقى انا دوقت الجزر، اكتفيت بالجزر، لكن انا بحب البروكلي جدا. ايه لازم ندوقه بقى ولا بتحبيه؟ بحبه قوي، انا بس مش قادره فعلا. لا ده لسه، بس هحاول. احنا لسه عندنا الحلم، بما ان بقى لسه عندنا حلم، فانا عايز اعرف منك لما بتعملي حلو في رمضان اتفضلي الحلو السرقي بتاعنا اللي هو رز بلبن وام علي والحاجات الجميله ديت والكنافه، للاسف احنا ما بناكلهاش او ما بنعملش فوكس عليها غير في رمضان، ولا بتفضلي حاجات تانيه بقى كريم كراميل مش عارف زيلي الحاجات دي؟ لا انا من مدرسه الحلويات الشرقيه في رمضان. في رمضان بحس ان اي حاجه حلوه غير الشرقي غريبه شويه. عجبك البروكلي ولا انا حاسه مهريبي قوي؟ بالعكس هو كده ناشف ولا كده؟ لا هو لازم يبقى مقرمش شويه، من الحاجات اللي تاكلها لازم يبقى فيها قطمه كده، ما تبقاش مهريه خالص، فهو مستوي زياده. كان محتاج يبقى مستوي اقل وبيقرمش اكتر عشان يبقى طعمه الطف كده شويه، لكن الفراخ انا عجباني والجزر عاجبني جدا، يعني هي بس عيبي الوحيد في الطبق هو البروكلي بس. بس بشكل عام الطبق ده او التحدي ده لسه على وضعه؟ لا لسه على وضعه جدا. حلو قوي، جاهزه لاخر طبق معانا في التحدي الثاني للاسف؟ ربنا يستر. ماشي جاهز، يلا بينا نشوف رابع طبق معانا في التحدي الثاني. قعدنا مع اخر تحدي اطباق في التحدي الثاني، يلا بينا نستكشف. احنا عندنا بس ده كبده، ده من الكبده مش عارف الصوص بتاعها ايه او معموله ايه. شكلها كبده بالفلفل كده، شكلها حاجه مصري يعني. دلوقتي جه قعدنا مع اخر تحدي اطباق في التحدي الثاني، يلا بينا نستكشف. احنا عندنا بس ده كبده، ده من الكبده مش عارف الصوص بتاعها ايه او معموله ايه. شكلها كبده بالفلفل كده، شكلها حاجه مصري يعني. هنشوف. انا شايفه فلفل حامي كتير. هنا طواجن. ايه ده؟ طواجن مش عارف بصراحه. ده طاجن بطاطس اعتقد. اكيد ده بطاطس باللحمه. وده مسقعه. ده بطاطس، طاجن بطاطس. ودي مسقعه. اوكي تعالى نشوف دي ايه كمان. باميه باللحمه. يعني الطواجن عامة مصرية 100%، صح؟ أكل كده صعيدي وفلاحي محترم. احنا حاضرين طاجن البطاطس. عشان أنا بصراحة واحد من الناس اللي بحب الكبدة اللي بالردة أوي. دي كبدة متشوحة أعتقد مش بالردة. لا ما أنا عارف، أنا بتكلم إن هي بتبقى مقطعة كده دي وتبقى كبدة عادية. انا عاجبني قوي تقطيعتها الرفيعه جدا دي. هدوق حته صغيره. انا معاك ان البطاطس بيتي فظيعه. الكبده لطيفه، يمكن بالنسبه لي محتاجه شويه ملح. انت بالنسبه لك حته مظبوطه، وهو ده دايما اقول كده في البرنامج، دايما حد يقول لي انت ملحك زياده، انت معرفش ايه كان قليل، فانا دايما بعلق ان الحاجات دي ذوقيه تماما. بالظبط، مفيش صح وغلط لا في الملح ولا في التوابل ولا خالص، انت بتحب ايه هو اللي هتعمله، فهو احنا الاثنين قاعدين بناكل على نفس الترابيزه من نفس الاكل، انا شايفه ملح قليل وانت شايفه مظبوط. لا ده بجد يعني انا شايفه مظبوط جدا. البطاطس وهميه، انا ممكن ادوق حته من المسقعه لان انا بحبها قوي. يعني المسقعه دي من الحاجات اللي بجد بعشقها، بس ما بحبهاش ولا باللحمه المفرومه ولا باي نوع من انواع اللحمه، بحبها مسقعه كده. ايه؟ اسمها زياده برضه. خد دي كده. ايه؟
برضه اقول لك على حاجه شويه صح شويتين انا هدوق الباميه حاجه كمان انا ما عجبتنيش بصراحه ايه انا بحب المسقعه مقشره تماما لا انا بقى صح ولا غلط لان فيها القشره اللي هي اذواق انا بحبها بالقشر مامتي مثلا بتعملها من غير قشر فهي كل واحد وذوقه اعتقد مالهاش برضو دي من الحاجات اللي ما فيش فيها صح وغلط قوي انا اللي حاساها بس مثبته قوي زياده فحاميه كده كانت محتاجه يمكن تسبيك اقل شويه البطاطس عالميه اي انا اعتقد ان انا كنت كاتب المسقعه دي بالليل مع رغيف عيش بلدي هتحمى على فكره بالظبط كده صح؟ طيب بما اننا وصلنا لاخر تحدي معانا دلوقتي وجربنا اربع اطباق اساسيه فانت شايفه انهي طبق اللي يستاهل ال 10 على 10 او ال 100%؟ الملوخيه يستاهل 100 على 10 لا ده لا في التحدي الاول ده لوحده في موضوع حته ثانيه خالص انا في التحدي الثاني في الطبق يعني من التحدي ده ايه الطبق اللي انا عجبني اكتر حاجه؟ اللي هو المشويات لا المشويات الحمام جربنا الطواجن وكان في طبق كمان معانا بص ما اقدرش اقول لك اني هختار طبق واحد لان هو فيه تقسيمات كده يعني ما ينفعش اقارن الطواجن بالمشاوي مثلا تمام في الطواجن هختار البطاطس حلو في المشاوي هختار السمان ايوه حمام كان فريك ولحم في حمام هختار الرز مش الفريك في ايه تاني كلناه؟ كان عندنا الحاجات اللي بالباربيكيو الفراخ اللي بالباربيكيو ايوه الفراخ والطاسه الطاسه بتاعت السجق لو هقارن بين الاثنين هختار طاسه السجق وافضل ان الفراخ اللي بالباربيكيو تطلع من المنيو خالص مش لانها وحشه هي حلوه جدا بس لانها شاذه تماما عن كل الاطباق الثانيه لكن بشكل عام كل المنيو اللي احنا جربناه كان لايق متجانس ومترابط بالظبط هو دي الحاجه النقطه الوحيده الغريبه فيه الفراخ اللي بالباربيكيو لكن الباقي كله كان بالنسبه لي متجانس تماما ومترابط جدا وعامل منيو كده ليها شخصيه واحده حلو قوي احنا دلوقتي كان المفروض ان احنا عندنا الفقره اللي جايه او اللي جاي تحدي اطباق الحلو بس عشان انت قلتي لي مفيش مساحه دلوقتي فاحنا ايه هناخد جوله كده في المكان نتعرف عليه نريح حتى. شويه بالظبط ونهدم يعني هنحاول نتمشى في المكان كده نهدم أيوة. الاكل محتاجين نتمشى احنا محتاجين نطلع نجري ماراثون حضرتك مثلا ونكمل بقيه جولتنا دي خلاص موافق جدا يلا بينا يلا بينا دلوقتي وصلنا للربع الاخير من حلقتنا النهارده او خروجتنا النهارده محلي بقى ايوه بالظبط وهو الحلو فيلا بقى بينا كمان نجرب يلا بينا اهو انا هقطع لك حته كنيفه من عندي وانا هقطع لك حته بسبوسه من عندي مع اني انا بقى يعني انت بتقولي لي كنت محتاجه حاجه حلوه عشان كلنا حوادق كتير قوي بالظبط انا عكسك في الحلو يعني باكل قليل جدا اللي هي الحاجات المسكره قوي لكن كشوكولاتات وكده بحبها جدا الكنافه شكلها لطيف جدا بالزبط. وانا عاجبني بقى قوي عشان دي من الحاجات اللي انا نفسي كل حلوانيه مصر يعملوها ان العسل يجي بره دي حاجه حلوه جدا يعني دلوقتي ممكن احط عسل على الكنافه ولا على البسبوسه انا رايي ذوقهم الاول وشوف هي محتاجه ولا لا البسبوسه مش محتاجه وهميه لا حقيقي حمام عبده يعني الاماكن اللي رشحها لكل الناس انها لازم تيجي في رمضان تحدي وتاكل اكل بيتي وتفطر بره مظبوط لا ويعني لازم بقى ناكد على اللي يجي يعني يا جماعه ما تاكلوش كتير قوي عشان تلاقوا مكان الحلو لان الحلو يستحق التجربه جدا بالظبط بشكل عام كده قبل ما نختم ان شاء الله هنقول لهم برضه افرج الاسعار كان عامل ازاي عشان يبقى عندهم التجربه بشكل كامل مهم جدا لان ممكن يكون السعر بالنسبه لي احد الاسباب اللي على اساسها هقرر انا اقدر اروح مكان ده ولا لا ده اكيد نصيحه بقى مهمه منك جدا لانك كشاف طبعا بروفيشنال بالتحديد يعني في رمضان بقى ما نتقلش فيه ناكل فيه عشان يبقى الدنيا فيها توازن ولا نحس ولا بص الصفه النصيحه العامه عندي على رمضان بلاش مبالغه في كل حاجه بلاش مبالغه في تجهيز رمضان بلاش مبالغه في شراء الطلبات بلاش مبالغه في عدد الاصناف رمضان اكله قليل اصلا الناس ما بتقدرش تاكل كتير بلاش مبالغه في الكميات عشان فعلا الناس كله يعني اللي بيقدر ياكل الطبق ده في رمضان بره رمضان في رمضان بياكل نص ده حقيقي مع العلم ان احنا في رمضان بنزود جدا في الاصناف في الكميات جدا.
فده العزومات لازم نعمل 90 سم. التوازن حلو يعني، لازم الكميات تبقى بالعقل، لازم الاصناف تبقى بالعقل. ما ينفعش يبقى قدامي 60 سم بروتين انا مش عارفه اكل ايه فيهم. انا عندي مشكله كبيره مع العزومات النقطه دي، مثلا ابقى ابص كده الاقي رز شكله جميل قوي ومكرونه شكلها يجنن وبطاطس شكلها وهمي، بس انا لا يمكن هاكل ثلاث انواع نشويات. هو نوع هو نوع. شكرا جزيلا. فبقعد بقى يا عيني ايه صعبان عليا نفسي ان انا ما اكلتش من الاثنين التانيين. بس فالسفره مهم تكون متوازنه. بنصح الناس جدا انها تقلل في الاصناف، تقلل في الكميات، تقلل في الجهد. مفيش حاجه ابدا تستدعي ان انا عشان اعمل سفره كويسه ان انا اقعد اليوم كله في المطبخ. طب يلا بينا نكمل بقيه تجربتنا في المكان. يلا بينا. يلا بينا. كده نكون وصلنا لاخر تجربتنا النهارده في حمام عبده، ويا رب تكون التجربه نالت حسن استعجابكم. استعجابكم بتقال ازاي؟ اعجابكم. نالت حسن اعجابكم. ايه رايك بقى؟ في رايي التجربه كانت لطيفه جدا. المكان هنا عائلي قوي يا جماعه، زحمه على طول وفي عائلات كتيره قوي، ده بيدي احساس دافي جدا بالنسبه لي من وجهه نظري. يعني ما عادش حد بيتغدى مع حد دلوقتي، كله بيتغدى لوحده في الشغل. ايوه بالظبط. وهنا كمان عملوا فوكس على الحته دي ان هم مش عاملين واي فاي بالظبط، ما فيش تلفزيون، ما فيش اي ديستراكشن. كل اللي هتعملوه انكم تقعدوا مع اللي بتحبوهم تقضوا وقت لطيف بالظبط. قلنا لكم عن الاكل بالتفصيل، عن التجربه بتاعته كانت قد ايه لطيفه، قلنا الحلو والوحش وكل حاجه. أيه المكان الركن فيه سهل قوي، ده دايما حاجه من الحاجات اللي بتلفت نظري. هيعملوا كيدز اريا وكمان اوبن اير بره، دي حلوه جدا. لازم بجد تجربوا المكان، رائع. وانا شخصيا اتبسطت جدا، بشكركم جدا على حسن استقبالكم ليا النهارده. بس الاول كمان انا عايز اقول ان كان سعر السلطات مهم جدا نقول الاسعار صح، ل 14 جنيه او 15 جنيه. المقبلات اللي احنا جربناها كانت من 30 جنيه لحد 50 جنيه. الاطباق الرئيسيه 90 100 150، ده كان اعلى ده الرينج يعني بالظبط كده. الحلويات 50 جنيه بشكل عام، يعني اللي هو ده الثابت بتاعها، وده كده اوفرول او بشكل عام كل الحاجات اللي احنا جربناها. حلو. غير كده بقى انا عايز اسالك سؤال شخصي. اتفضل. يعني خروجتك النهارده معايا كانت حلوه ولا كانت ايه؟ اتبسطت جدا، هتلاقيني بطب عليكم كتير بجد. ويلا غير السوق بقى احنا نروح نخرج مع بعض. يلا جدا جدا، اتبسطت معاكم جدا يا خالد. انا بشكرك جدا 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 يا شيف ساره، واتمنى يا رب ان شاء الله يكون رمضان كريم عليك وعلى الاسره الكريمه باذن الله. باذن الله. شكرا. كل سنه وانتم طيبين يا رب. صحه وسلامه. وسط اليوم ويك اند جديد ومكان جديد من هتروح فين مع خالد جدا على فيلم سنتر.